ينقب عن رزقه بين حاويات النفايات، يجمع بعض المخلفات من البلاستيك والحديد لبيعها وتأمين قوت يومه بعد أن ذاقت به سبل الحياة. ما ثماش، ما نحسش عندي دولة. وين الدولة نتاعك؟ روح شد دارك، ما تخدمش، ما تعمل شيء. وينك يا سيد؟ طلتش عليا يا اخي؟ قاعد في بيرو غادي وتركب من البيرو وتروحك في كرابتك لدارك، انت ماكل شارب لبس عليك، انت تضرب في كل شيء. انا البارح متعشي الماء. انا البارح البرباشة أو العاملون عشوائيا في فرز المزابل تجاوز عددهم 8000 حسب أحصاءات غير رسمية تونسية، لا يتقيد معظمهم بإجراءات حظر التجول والحجر الصحي في ظل انسداد آفاق عيشهم. اللي بربشوا هما مساكن ما عادش لاقين خبزة، ما عادش عندهم ما ياكلوا. احنا نقبلوا عليهم مثلا ب 400 فرنك باش نبيعوا ب 500 تو، وما ظهر لي كان يقبل ب500 مسكرة هي. الخطر الأكبر بالنسبة إلى هذه الفئة من المجتمع التي تعيش على هامش عجلة الاقتصاد التونسي إمكانية أن يتعرضوا للنفايات الطبية، والتي من المحتمل أن تحتوي عددا من الأمراض والفيروسات وليس كورونا فقط. المفروض كانت الدولة، المفروض كانت وزارة البيئة، المفروض كان يتلهوا يعملوا عناية خاصة للناس هذه، للشريحة هذه، باش يتفاداوا على الأقل أمراضهم. وهذو ما ناس ما تجي عندها منين تعيش، مع العلم أنه عديد السماسرة اللي قاعدة تستغل في ظرفهم الحالي. فئة البرباشة لم تشملها المساعدات التي قدمتها الحكومة إلى الأسر الفقيرة والمتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، فيما يسعى ناشطون إلى تنظيم هذه الشريحة من خلال مشاريع تضامنية شعبية صغرى تضمن الحد الأدنى من الأجر لهم. تسعى السلطات التونسية إلى تنظيم قطاع معالجة وتدوير النفايات المنزلية الذي بات يستوعب واحدة من أكثر الفئات هشاشة وضعفا أمام التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا. جلال موانع، الحرة، تونس.